شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. ولا ليال وقيبتني شنات كتاب حلقة ذي شنات أول هاد ليني فقه العبادات أنكس عني منهج كي إمام الشافعي رحمه الله تعالى، وحن قد بيسي آداب الاستنجاء، استنجاء آداب تيدي، وحن سوق عذني ما لها أن لو استنجوكرين أو ذاتك مسلمين تقبكوا حدنا، وحن قادنينا وحي أباها كسابسن مسخوش مركي لقلاي أولاو صوب بحايا خوفك مسلم جوا حالك روا مركو مسخوش قلايو إنو هرمريو لكتيس بدح مكو صوب بحايا إنو مدك صوب هرمريو محايا لمرو بحلو بايا لكت بدح كجرتو مسخوش حقي ذي محايا لي بأماكن القذر والنجس وماشي سوى من نجاسة مركو بدح ذي إنو كجرتو آبون وكو ولا يحمل ذكر الله تعالى معه وح أمجع علقو كخورين هاي ما اللي جلايو هل كان وقت مهم بيقطعي دتك بركودي لب كمان اكتان أم علاس أو كماها محايا لو حد أركيسا موبايل كاجي أو حلاجي أبا إن قرآن وكدو بيني هاي أو بغلط وني أفرت أقرن أم حلاجي أبا مصحف كي لما يسرن إنه كوجر أو قرآن مركب ما كانت مسخولة هتجلايسان ولا لو حلو بيني هاي إن كتاب كاسي أو لما يسرن أو جاب كوجر إسكرب هذه عسل المسلم أذ وضوء وحياه أذكرت كقرن إسكبحه وحول بقى مجع على كقرن هاي إسكبحه هذه تخار وحسجر فرانتي وحياه وتان فرجشي أو الله كقرن تاعي أيضا والإسكبحين إياه ما كمد أه آذاب تمسخش للجلايو مجع على سبحانه وتعالى مال نجاسة أنا لقشه ولا قف في عيني هاي وحى كلو صناعة قف كمسلم كمركو جلايو مسخشة أذكر لآخرنا يباجرته مركو جلايو حوليه بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مركو بدح ظهر مريا وحولي هاي ألا مقعي سيبانكو قال يا الله وحان كان مقنقلي جنك كيس لبك أه إي كيس لبك أو لذيق أهبا وكان مقنقلي يا مركو قلق وصور لما يستو وصور بحينا مدكت بو صهر مرينا يا مركاسو وحولي هاي غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه ودعو دير وحلالها غفرانك يا ربي وحنك يديسنين دم بدافكاغا الله أذاكم هاتسن أو إيقا قاذي لبكي إهايي محايا لواء لواتو أذو صحركو هايسا أما كاذيكو هايسا مجو يكرتت مركا اللهكم هاتين يسا وحلالها أليه لبكي إيقا قاذي أو إيقا عافيي اللهكم هاتسن أليه إدن سيي معان كيسا أو أود ديسن إيقو ريبي آكم هاتسن oo dibkiisan iga celiyay hadaa rabtan waxa ku soo koobsan kartaa qufraanak marka soo baxayso lugta midig soo hormari oo qufraanaka ku soo gabagabeyn kartaa intaas waxa ku saabsan tahay musqusha gelitaankeeda hadana waxaan ugu gudbeynaa aadaabta kale oo ah ma yataallaqu bil jihati jihada loo jeesanayo tan marka waxa qusaysa markii qofka meel banaan cidla ah uu ku istanjoonayo ama uu ku saxaroonayo marka waxa mamnuuca in qiblada loo jeesto أما لو دبر جيديو أما دبر كلو جيديو أما سي لو جيستو وممنوع وحال الربا دينا عيد كلا لو جيستو لكن مر هدي دسما ايتهاي أو مسخول لسن أو قريا أو كلا كجرتو تاسم الله فيرنا محايا لي وحبا إذن لحيو بخاري با وحورنا يا إيه مسلم عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحور النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائضة حتى تمسخوش ماشا لو صحرونا يا إيه مادان إيكاددا فلا تستقبلوا القبلة قبلة حق إذا أجي سنين ولا تستدبروها دبركن ها وجيدنينا ببول او غائد صحراء مكاذي ها وجيدنينا ولكن شرقوا او غربوا لو ان عكر سوهري واجيسن كرتان صلى الله عليه وسلم شرق اي غرب وتن مركه وهي سايد هرين كو شيغ ارنتان يا حديث كان وهي قسيسا ميلها بنانكا مركي لو صحرونايو اما مسخولها ما لو فيرنا ارنتاس مخا يلي مسخوش وها بلغا يابا ان سي او دسانت هايبا أما قبلها إني أجيده أما إني كسوجيده لغيها مرتاس ملو فيرنايو وحا لو فيرنايو مركي ميلاها بنان
iyo meelaha saxaraha ah iyo meelaha badaha oo kale markaa ku saxaraneyso iyo markaas waxa loo baahan yahay in qiblada laga fogaado oo aan loo dabarka loo jeedinin oo wajiga aan loo jeedinin ibn umar baa wuxuu wariyay radiyallahu anhu maqaala wuxuu yiri irtaqaytu fawqa dhahri bayti hafsa walaashii hafsa gurigeeda korkeeda baan fuulay libacdi haajati danahiga qaar kamid aan u fuulay markaas wuxuu yiri faraaytu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam baa waxaan ku arkay مستدبر القبلة سوى قبلة دبرك أجيذيي مستقبل الشامي حقا إيا الشامنا وجيه أجيذيي مركا حديث كاسو حالو قادنا يا فحمل الأول على المكان الغير المعد لقضاء الحاجة ما شان هاد دفيري وحول ليهي وحان أركي نبي صلى الله عليه وسلم أصدق قبلة دبرك أجيذيي هادنا وحان اللهين يا لو جيذنين نبي صلى الله عليه وسلم أجيذيي ماشي أكجر وقري ومسخ الله تلقالي تا أفراد وحياتها ما يتعلق بحالي قاد الحجة خفك حاجة جودنا يا آذاب نوعي لجربا السجنة تصبحتها آلات لجرب وحاكمد أن يعتمد على يساره وينصب يمناه فرق على جبضة وإنه كتاكس ذا يعتمد على يساره يعني مذكته وإنه تاجا لقت مذك مكفريسنا يا بذحنا مكفريستا وكتاكس ذا ولا ينظر إلى السماء مركو سحرانا أما استنجونا هنا حاجة عرك ما في رنا ولا إلى فرجه فرجيسنا ما في رنايو ولا إلى ما يخرج منه وحكى صباحي فرجيسنا ما في رنايو وآذاب حمو إلا في رسو فرجيه وحكى صباحيو لأن لا لأنه محايا لي وحفي عن معها وحفي عن معها قفك كالي وحكى لو لقربا قفك حاجد قدنا أزاقنا إنو سنة هادلين إنتو مسخوش كجرو إنو آموسو دنيسو منكو صور ما يستنقو صباحو لدو حار كيسا مسخوش الأحدو دي تلايفن قدر سنايا تلايفن أصور دعايا كجوابايا adoo moodid ba inuu banaam fadhiyo ama xafiis uu fadhiyo marka waa aadaad ma kamid ah taasna muslim ba wuxuu wariyay radiyallahu ee muslim ba wuxuu wariyay imaam muslim oo geyruhu aan ibn umar radiyallahu anhuma ibn umar waxa laga wariyay an rajulan nimba marra wuxuu soo maray wa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam yabul nimba soo maray nabi sallallaahu alayhi wasallam kaadi waa kaadinay buu istanjoonay ninki nabi buu sallallaahu alayhi wasallam wuxuu assalaamu alaykum ya rasuulullaah u yiri falam yurid alayna sallam salaanti makaradinin u jawaabin muntasta tasuhi adeenaysa إن مسخشة ما كاد أفضل ذو آذان هاتلين آذابتا ما كاد مدأها إن لغو هاتلو أبو داود يغير كود أجينا وحيورنا يان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وحيور أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك أيام خلي أصغوا الله لا يخرج الرجلان لوقف مبحثو يضربان الغائدة أيغو أصعد أنك أي مسخشة أيغو إسراعي كاشفيني عن عورتهما أيغو عرضو ذي فرتين يتحدثان أيغو شاكي سنايا فإن الله عز وجل يمقت على ذلك إلهي أرنتاسي وكعرانايا لوقف إني إسراعضو أو ميل بنان أي فريستان أو إسقابيان أو ماشكو استنجودان أو كو شاكيستان إلهي سبحانه وتعالى وكعرانايا أرنتاسي تاسنا وحالامد أه راشينك إيو عند إيو عيار عيارك لإيو إن لوقل ماها مسخشة وميل حاجات أقشي حاجات هذا كسور دميسو كسوبح تنشنات وحالو باهي آلات وحاكمد الاستنجاء باليساري قعانتا بدح إن لغو استنجودو قفك حاجد قدنا يمركو استنجونا وحالاق روا إنو قعانتا بدحكو استنجودو لتنظيف المحل بالماء إنو بيوكو نظيفيو أم رايحكو نظيفيو ميذيك من استعمالا يمحايا لميذيكتو وحالو تلقالي وحياواها كلا إن لغو سميا أو في عن وإن احتاج أن يمسك الذكر لينظفه بالحجر هدو أباهدو إنو لغا حاكو قبطدو مذيكو قبطدو ذكر كيسي أو نظيفينا أمسك الجامد بيده اليمنى ماش خلالان وقبانا يقع عندي مذيكو قبانا يأسون بخاجينيونين كدبنا ورقايا لكن محالو باهية مروالبو قعانت بريح إن لا استعمالو قعانت بريح أيا مروالبو لو باهية محايا لآذات مكجرتو إن قعانت مذيك لا استعمالو وحال دليلو روى البخاري ومسلم وحيوريين عن أبي قتادة وحيكوريين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيكوري أبي قتادة قال وحيوري إذا بال أحدكم متكيني هدوكو كاذيو أدوك هذين أيو فلا يأخذن ذكره ذكر كيسي يسنكو قبنن بيمينه قعنت مذك يسنكو قبنن ولا يستنجي بيمينه قعنت مذك يسنكو استنجونن مركب الحديث صحيحة او بخاري او ورنايا اي مسلم با اي ورنايان مركو حالو باهن يهي قفك مركو استنجونايو انو سان قعانتا مدك كو قوانين قعانتا مدك نو سان كو استنجونين اذابتا مكمد اها الطهارة من الحدث هادا وحان صور لما كسو بحناي استنجها ووحياوها حدث الاصغر كامعنا كاليا كو قواتي واد كاليا داي واستنجونيسا
وسحرذي وسكذا خيسا أيضا وحدث الأصغر هذا وحن قادنا أنا مركا حدث كي أو وناء كان يرابا وأسكو دري أنا هذا نمر لبعض الطهارة من الحدث حدث حلوق يبيع الله حدث أصغر أي حدث أكبر تاسي أو حدث وين أي حدث ير حدث الأصغر وهو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة وحيري حدث كأوير وهولير أو أفرت أدم أفرت حبن أو بني آدم كأقبطه ووجه إلى وضع جعمات إلى لقطة إلى وضع لوات إلى مدحة مركب وحى ممنوعة أيده حدث أصغر كأن لسك قاعدين أو لسك ظهيرين إن لا تكذو إنسان كمركز وحود ديار وياه مركب ظهير صدى إنه تكذو أما إنه إلهي عبد سبحانه وتعالى وحدث الأصغر أيضاً ويسك ليك واجبسا أما حدث الأكبر أيضاً وحواي أمر اعتباري يقوم بالجسم كله كان جيركو دن ألو باهي إنو قبطو حدث الأصغر وحالي يري وحاقبنا يكلي وجيغا لابد قعموت لابد اللغوت إيا مدحا أو إسخاتكي أن نقيني أما حدث الأكبر حدث كي وينا حدث كي وينا وحدث كي أن نقيني أوقفك جنابتك قبيسنا يي وحلو باهي هاي جيركو دن إني قاران بيه إني قاران ويرتفع هذا الحدث بالغسل مركز مركو قبيستو أو جنابذي إيكا كعضو مركز وحونا قونا يا قفكا إنو أهل وحوئي هاي إنو مركزي أوتكذو مركز جنابذا سيد الله قبيستو إيو أري ما حصلنا وينو إيمان دونان إن شاء الله تعالى هذا مركو حلو باهي مركز استنجها وان شاقني آذاب تهيدي يوحد إن إلا إلا ليو محاي إله سبحانه وتعالى قفكا مسلم كاوحو مر البلو باهي إنو آذاب تهي إلا ليو مسخشنا وامال نجاسة وحان الله تلقى لي قفك إنو دنيس كسور نميستو مركو دنيس كسور نميستو وإسكا صبحو بدحدا هورمرنينا مر البو مركان بدحدا هورمرنا وحان لينا هاي دعادي باخرسنينا وحان لينا هاي بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عدلي ذا هاي بدح باد هورمرنيسا وادقاليسا دناها قصور نميسو انتا ذنقلنا وحد اسكريبيسا وحو البو أدودتي أو ألمي عيسو كقرانيا هاي هدي موبيل أوي هاي هدي كتاب أوي هاي هدي وراق أوي هاي وحول بق ألمي عيسى رسول كسي كقرانيا احترام كامل ذن إسكاب بحي مال إسكادك وحلو بايا مركا أدابت أو استنجاه إن لإلا ليو مركا تقشنا هذا الإيو ما لا يعني لو الله ما باهنا دانا هاد أقشي قل صوت نميسو مركا صوت نميستنا وصوت بحيسا البلوك تاذ مذيك أصوهر مرنيسا مربو حان شاكني إن بدحدة لو باهاني هاي إن كدن بيسو مسخوش حقي ذي مدكت باكالسو بحيسا دعاذي باخر نيسا إلهكم هذي نيسا حدث أصغر مركا لو يخانا حدث كاسي أو كاذي ذا أصغر كاة يو سحارة ذا مركا تصوب بحضو وحلو باهاني مركا إن ويسقاتكي أدو يسقاتتو أو حبنيه لقي ويسقاتين جري لابد قعمود إيو وجيجي إيو مدحي ويحي مكاد ويسقاتتو حدث كي راء ماشي كبحي مركز واحد ديار أطهي إن تكتؤ الله سبحانه وتعالى أتعبدو أما لكن حدث حدث الأكبر كان وين أسجى حبناها جرك أردن جرك أردن لو بها إن بيها لجارسيو مركي أو لجارسيو أو جرك أردن أتجارسيسو مركز واحد ديار أطهي إن إله سبحانه وتعالى سلاد دي سي أتجدتو أو حكم كذي بعد ديار أطهي مركو الله لا حلو بها هي مركز النبي أحاديث دي سي أنوط الآخر نيو إن أنفيرنا نبي صلى الله عليه وسلم وحكوليها إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه هدي متكيني أو سحرانايا أما أو استنجونايا ذكر كيسي يسنكو خوان وقعانتي سمدك مدك توحالو باهايا حياوها أو مدك تدفير والو ورديا راشين كالغعنا وحياوها في عام بالغو سمايا أما بديح ذا وحالاو تلقالي إن لو استنجودو أو حياوها سكالو قبتو أما لكن هدو أباه ذا أليري إن مدك توكو قبتو أو سفي عن أولاقو مركاسي ميل خلالن بوكا خوانايا مركز شفي عنه ولقيا أصلاً دخاجينين لكن مر البحلو بهاي إن بدك أكمل رنتو أو جعنت بدح كليات استعماله أذابت أنصاق هذا إنه حكى كلو كم يدق خفك إنه صن ماله دتك كهر صدا دتك ماله هي كهر صدان أو قلبتي أي مادان هي كهر صدان أو كلي إنذا كاستنجونين محايل كهذي ذي بيسو أوريسا سحر ذي بيسو أوريسا دتك يبات ذي بيسا لو ما بعنا مرك بحلو بهاي إنه خوف مسلم أهاتو نبي صلى الله عليه وسلم يحيري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قفك مسلم كوحالو يقانا قفك قعنتي سي عرب كيسا بلغنا بدقلو مركا دادك مسلم دار لبتو وارين لغفي عنيه وحاك الله ممنوع ان لغو كاذيو ميل قد اعرقتي روكيا قد قدكي ان كاذيو لأدو اس دادو ميشان كاذيو اسكيشوب
meeshaas markii laba mid baa laga yaabaa inay kaaga soo gaaraan, waxaa laga yaabaa in bahal uu ka soo baxo oo adiga dhib uu ku gaarsiiyo uu ku qaniino, ama waxaa laga yaabaa in meeshii wax xayawaan daciif uu ku jiro oo iskaa celin karin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisii iska yareeyey, marka adigii in awood aad u sheegato aad ku kaadiso kaadidii ay disho aa laga yaabaa. Tan kalena waxaa loo baahanyaha marka dadka geed oo kale fiiri, geed waxaa jira oo lagu harsado oo dadka ay ku harsadaan, qaar waxaa jira geedo oo miro leh oo meel iskaga baxa, geedo waxaa jira cambe ka baxo, geedo waxaa jira babaay ka baxo, geedahaas oo kale oo nadiifka ah dadka ku hoos harsadaan ee mirihiisan ay cunaan. Adi inaad imaado oo geedka aad ku hoos kaadido ama geedka aad ku hoos saxaroto ayadana ma fiicna, aadaabta ma ka mid aha, maxaa yeelay kaadidaasi waxaa laga yaabaa in waxay kusoo dhacaan wax la cuno, qofkii gaaji haysana wixii uu cuni waayo uu yidhaahdo meeshaan waxaa ku yaala ee kaadi ama saxaraa ku taalo meeshii ma cuni kartid, ayadana waa dhibaato kale. Marka intaas waxaan ugu gudbaynaa insha allahu tacaala dahaaradii oo istinjaa xaggeeda ah. Istinjaahana lababa kugu banaan tahay, in biyo a ku istinjooto way kugu banaan tahay, dhagaxna ku istinjooto way kugu banaan tahay, in labadaba isku darto way kugu banaan tahay. Haddii laakiin aad kusoo gaabsanaysidna waxaa kuu banaan in biyaha kusoo gaabsato, maxaa yeelay biyaha isaga ayaa wax walba kuu nadiifinaya. Waxaan loo baahan yahay dhagax iyo wax walbo kaadidaas kaa tirtiri karta. Hadda xilligan casriga aan joogno dadka qaar waxay isticmaalaan tishuga iyo waxyaabaha marooyinka lagu talagalay in kaadi laiskaga tirtiriyo saxarada aa lagu talagalay baa jiro oo musqulaha laga helo, way banaan tahay. Maxaa yeelay booskii dhagax buu kuu galayaa, meeshii way nadiifinaysaa. Wax walbo meesha nadiifin karto waa ku nadiifin kartaa, ilaa wixii laga soo reebay oo ah sida lafaha oo kale. Lafaha ma ku istinjoo kartid, maxaa yeelay lafaha waa raashiin, dad dhan buu raashiin u yahay oo jin ah. Marka adi raashiinkaaga in lagugu ciyaaro adiga ma jeceshid. Marka walaa nabiga sa slam wuxuu yidhi lafaha ha laga fogaado, maxaa yeelay walaalihiina oo jinka ah raashiinkooda weeyaan. Marka lafahana haddaa aan cunno oo markaa hilibka aan ka dhammaysano oo aan tirtirano oo aan iska daadino, saa iskaga daadino le keliya ma ah, dad baa quuta, dad baa qaata oo jinka ah raashiinkooda weeyaan. Marka waxaa loo baahan yahay in jinka raashiinkiisii looga leexdo oo isaga ilaahay quud uga dhigay inuu cuno. Digada oo xoolaha anaga aan gowracnana waxaa cuno, xoolahooda cuno. Sidoo kale digadana ma banaana in lagu istinjoodo, maxaa yeelay isagaaba najaaso ah, najaasana najaaso maba dahirinaayo. Nabi sal ala slam waa tii xadiiska abdullahi bin mascuud uu leeyahay, nabi sal ala slam baa istinjo aaday, wuxuu ii diray saddex dhagax inaan u keeno. Dhagaxaantii aan u doonay, markaan u doonay waa u keenay, laba keliyaan usoo helay. Ka saddexaad waxaa isiru yiri digadaan xoogo adag aa u geey booska dhagaxaanta u gashee. Markaan u keennay wuxuu yiri labada dhagax buu iga qaatay, digadii wuu igu soo celiyey, wuxuu yiri haadaa riksun, ee hada najasun, tan waa najaaso. Marka najaaso najaasana ma tirtireyso. Marka sidaas baa loo baahan yahay in istinjaha laiska fiiriyo oo laiska ilaaliyo. Kaadidana waxaa loo baahan yahay in laiska istibraac lagu sameeyo. Istibraac waxaa laga wadaa kaadidaasi inay kaa dhammaatay inaad hubiso, taasna lagama wado micnaa in shukuuk iyo iswaas inay kugu furto ma aha, oo isdhahdo ama kaadisay ama saandhaya yeeshay ama ma aha. Wixii shaki ah shaydaan xaggiisii ha loo tiiriyo. Waxaa loo baahan yahay kaadidaas laakiin iska hubi. Waxaa la diiday inaad soo gasho adoo degdegsan oo aad kaadiso kaadidii kuu leh, adoon iska hubinin, aa iska biyo isku shubto, aa iska soo baxdo, ma fiicna. Waxaa loo baahan yahay, waxaana lagu muteysanayaa cadaabulqabri. Nabi sal ala slam wuxuu soo maray laba qabri ayuu soo maray oo la cadaabaya. Saxaabadiibu wuxuu ku yiri labadan qabri ma arkaysaan, hadda saacaddan idinla hadlayo ciqaab iyo cadaab baa ku socota. Labadoodiina waxay sameyn jireen, mid ka mid ah wuxuu ahaa namaam ayuu ahaa, dadku isku diridiri jiray, warkaanu qaadaa xagguu geynaa, kaasuu soo qaada halkaanuu keenayaa, dadkiiyuu qoorta isku gelin jiray, looma baahnaa la yidhi. Taa ninkaasi cadaab buu ku mutaystay. Ninka labaadna cadaab wuxuu ku mutaystay kaan laa yastabra'u min albowl, kaadida ma uusan iska nadiifin jirin. Yacni wuu kaadin jiray, wuu iska dhaqi jiray, laakiin ma uusan hubin jirin. Hubin aa loo baahan yahay, wixii inay kaa dhammaadeen degdegsiimada iska dhaaf. Kaadida mar waxaa laga yaabaa ayadoo kaa baxday oo kaa dhammaatay aa isleedahda ina imaado. Marka ishubi adiga nijaasta ha isku xambaarine, ishubi. Maxaa ilaah subxaana watacaala hortiisa baad istaagaysaa, alle baad hor istaageysaa. Marka adoo waxaa lagaa rabaa oo nadiif ah, ilaahay wuxuu jecel yahay, ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutahiriina. Marka sida asxaabulquba oo kale sida loo ammaanay aayad baa kusoo degatay. Raggaas marka biyaha ay ku dhahirsan jireen, kaadida way iska ilaalin jireen. Marka kaadidaas waxaa loo baahan yahay in laiska xaqiijiyo. Adoo kaadisay oo xaqiijisay oo okay aad tahay oo aad nadiifisay oo iska dhaqday, markaa soo surwaalka ama marada aad soo xirato,
شدانا مر وحالا إنه كله كهذا كسب بحذي ما حال سمينا مرك شدانكو حالا إنه كله هاي شيخه وات كايسو ما هاي كهذا كلا كسب بحذي وكاد يقول إن كهذا كسب بحذي نيس الله عسلم بانو شهري وهي سمين لهيد وحول بوا الله شهري نيس الله عسلم عويري الله وحول بهوبيجي هذا أم الله يس إن كهذا كسب بحن بي سو قادو ماشي مرض كشوب ده كاذم على بي وايد شيطان كان نفتر كيسي ماشي كبابي وسواس كيسي مركو وسواس شيطان كان ماشي هلو بابي ايو استنجهن آذاب تيسي هلو إلاليو هل كاس بانكسو قبقبينينا حلق ذينان إيقابتينا شنات وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن.